وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش مراسل التلفزيون المصري إلى هناك محمود جميل. محمود، يعني بعد التحية حدثني عن الشحنات التي وصلت اليوم إلى مطار العريش والإعداد لإدخالها إلى قطاع غزة. نعم سحر، بعد التحية، يعني يوما بعد يوم تزداد حجم المساعدات الإنسانية التي تأتي إلى مدينة العريش تباعا، سواء المقدمة من مصر أو حتى من الدول المختلفة. ومطار العريش اليوم كان على موعد مع استقبال عدد من الطائرات، نتحدث عن 5 طائرات وصلوا بالفعل إلى مطار العريش. الطائرة الأولى كانت من الإمارات على متنها 4 أطنان من الوقود، ثم طائرة من السعودية وهي الطائرة 35 على متنها 25 طن من المواد الغذائية والإغاثية، ثم طائرتين من العراق، الأولى على متنها 17 طن والثانية 12 طن من المواد الغذائية، مقدمة من جمعية الهلال الأحمر العراقي، ثم الطائرة 5 والأخيرة من باكستان على متنها 20 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. هذه الشاحنات التي تصل تباعا، يتم التنسيق بين جمعية الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لنقل هذه الشاحنات لتتواجد إلى معبر رفح لنقلها إلى قطاع غزة. ثم أيضا، يعني منذ أيام مطار العريش كان قد استقبل وزير الخارجية البريطاني الذي أكد على دعم بريطانيا وتقديم مزيد من المساعدات خلال الفترة القادمة، وأشاد بدور مصر في تنظيم وتنسيق هذه المساعدات. اليوم أيضا وصلت الشحنة الأولى عبر ميناء بورسعيد مقدمة من بريطانيا وقبرص، بها 90 طن من المواد الغذائية والمستلزمات، نتحدث عن 10,000 بطانية حرارية بالإضافة إلى 5,000 من المواد الغذائية والإغاثية والمستلزمات الطبية. يتم الآن الاستعداد والتجهيز لنقل هذه المساعدات من خلال جمعية الهلال الأحمر إلى مدينة العريش تمهيدا لدخولها قطاع غزة، وسيكون التوزيع هناك أو إيصال هذه المساعدات عن طريق الأونروا. بالإضافة إلى أن ميناء بورسعيد يعد مسار آخر حددته الدولة المصرية لإرساء السفن التي تريد أن تأتي من الدول وتقدم كل المساعدات المختلفة. ثم أيضا 550 شاحنة قادمة من السعودية ستأتي أيضا، هي أو أتت بالفعل إلى ميناء بورسعيد على متن سفينتين، وسيتم نقلهم إلى مدينة العريش خلال هذه الأيام. أما بالحديث عن معبر رفح أيضا، نتحدث اليوم عن حركة كبيرة دخلت من الشاحنات، نتحدث عن 184 شاحنة دخلوا من بوابة معبر رفح المصري، اتجهوا إلى منفذي العوجة وكرم أبو سالم، لكن ما وصل إلى الجانب الفلسطيني بالفعل نتحدث عن 166 شاحنة، بالإضافة إلى استقبال المعبر لأربعة مصابين وأيضا 250 من مزدوجي الجنسية ورعايا الدول الأجنبية، يتم تقديم كل الرعاية الصحية المختلفة. ما دخل أيضا ضمن الشاحنات من داخل معبر رفح المصري اليوم، نتحدث عن 50 شاحنة لبيت الزكاة والصدقات المصري، وهذه هي القافلة الرابعة لهم التي تشارك فيها 70 دولة عربية وأجنبية، دخلوا بالفعل اليوم إلى منفذي كرم أبو سالم والعوجة لتقديم كل المساعدات إلى قطاع غزة. فبالتالي كل الجهود مستمرة هنا في مدينة العريش أو حتى في معبر رفح لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية. وربما الرقم اليوم الذي وصل إلى الجانب الفلسطيني هو بالطبع، يعني مقارنة بالأيام الماضية، هو رقم مرتفع، ولكن ليس بالنسبة التي تكفي أو تلبي احتياجات الأهالي في قطاع غزة. فالأمل على أن يكون هناك يعني تسريع في وتيرة دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية بالتزامن مع الجهود المصرية المستمرة في استقبال كل المساعدات والشاحنات وإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. نعم، مجهود كبير لإدخال هذه المساعدات. محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من العريش كنت معنا، شكرا جزيلا لك.